الدكتور زياد الدريس ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نتحدث عن الحزبية والتصنيفات الفكرية في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور زياد الدريس. الحمد لله على السلامه والسلام. الله يسلمك، شكرا. هذه الحلقه الحقيقه تاتي تزامنا مع الامر الملكي الذي يجرم الانتماء للتيارات الارهابيه والمتطرفه. سنتحدث عنه بالتفصيل في فقرتنا الثانيه لانه هو ابرز حدث في احداث الاسبوع. ايضا حلقتنا تاتي قبيل صدور كتابك الجديد حروب الهويات الصغرى في مكافحه التصنيفات الاقصائيه. هذا الكتاب الذي متوقع أنه ينزل في معرض الكتاب القادم في مارس، إن فسح ولا ما فسح؟ لا الآن فقط وصل من المطبعة. هذه أول نسخة. هذه أول نسخة. زين أنه نأخذ أول نسخة، هذا مكسب كبير. بداية، كيف تقرأ المجتمع السعودي اليوم انطلاقا من الهوية والحزبية والتصنيف؟ الحقيقة طبعا المجتمع السعودي والمجتمعات العربية عموما تأثرت بأحداث ما يسمى بالربيع العربي، وأنا لا أجد غضاضة في أن أقول ما يسمى، كنت أسميه الربيع العربي ولا أنا أقول ما يسمى بالربيع العربي. براك هونت؟ طبعا ما هو هونت بالكلية، لكني أيضا لأن وجدت أن الربيع العربي ذهب إلى مدى غير يعني لا يدعو للتفاؤل، أصبح دموي كثير. طبعا هناك آخرون يدافعون عن هذه النقطة، يقولون لا يوجد ربيع دون أن تأتي يعني أو تغيير دون أن يكون تضحيات، لكن حجم التضحيات أصبحت كبيرة جدا، الدماء التي سالت أيضا كثيرة جدا. هذا يجعلني أتردد كثيرا في أن أسميه الربيع العربي على الأقل فيما يجري الآن. قد يتغير أحواله في سنوات قادمة، أو ربما يكون ربيع في دولة لكنه خريف أو شتاء قارس في دولة أخرى، بس أن نسميه ربيع عربي في كل الدول العربية التي وصلتها هذه الأعراض أعتقد أنها لم تعد تسمية صالحة بحذافيرها. لكن عودة على قضية التصنيفات، أتصور أن المجتمع السعودي جزء من منظومة المجتمع العربي، رغم أن العجيب أن المجتمع السعودي يمكن من أكثر المجتمعات التي انغمست في هذه التصنيفات الإقصائية، رغم أن البلد لم تصل إليها الأعراض الربيع. أنا استأذنك في، يبدو لي أنه احنا عطل تقني، نستأذنك في أنه نطلع فاصل قصير ثم نرجع. فاصل قصير ثم نرجع إليكم. حياكم الله من جديد، اعتذر منكم عن هذا الخلل التقني، واعتذر منك دكتور. عطلناك. انت كنت تتحدث، انت قبل شوي قبل الحلقه تقول انتم ما عندكم فاصل، حطيناك فاصل بس انه للضروره. انت كنت تتحدث تقول ما يسمى بالربيع العربي، وقطعت عندك هذا الحديث. واصل، نحن نتحدث عن الحزبيه والتصنيف والهويات عند السعوديين. إيه، أنا قلت أنه رغم أن أعراض الربيع العربي لم تصل للسعودية ولله الحمد، وفصلت أسباب عدم وصولها في مقالي في قضية الإصلاح في الخليج، إلا أن أعراض أو مشاحنات الربيع العربي وصلت بقوة وبشكل مؤسف. يعني نحن أشعر بأننا تفاعلنا مع ما يجري في مصر أحيانا أكثر من المصريين أنفسهم في قضية أنك مع الثورة أو مع الانقلاب. أو ليش تفاعلنا مع قضايا الآخرين أكثر من تفاعلنا مع قضايانا يعني السعودية الخالصة الصرفة؟ هذه تحتاج إلى تفصيل كثير. هي طبعا ربما يكون السبب أن الناس لم
تأتيهم فرصة ليتحدثوا في المجال السياسي بشكل كافي، وبالتالي لما جاء العربي وجدوا هذه الربيع العربي وجدوا هذه فرصة أن كل من هب ودب وكل من يعرف في السياسة ومن لا يعرف أيضا أن يتحدث فيها. هذا مسنود أيضا إلى المسألة الدينية، أن أيضا المجتمع السعودي يعتقد بأن كله قادر، ليس فقط قادر بل كله يجد بأن لزاما عليه أن يتحدث في المسألة الدينية. فإذا اختلط السياسي والديني مع بعض تصبح لديك خلطة عجيبة في المجتمع لا تستطيع أن تتنبأ بما ينتج عنه. وهذا ما أدى إلى هذا الاحتقان المرير جدا في المجتمع السعودي في قضية أن تكون أنت مع الأخوان أو ضد الأخوان، أنت مع الانقلاب أو مع الثورة. طبعا أمر آخر أن هناك أيضا تصفية حسابات بين تيار كان مسيطر وتيار آخر أقل سيطرة، ثم انقلبت الآية إلى حد ما أو إلى حد كبير أصبح التيار الآخر مسيطر. يعني كل من يتسيد يحاول أن يقمع الآخر، وهذه موجودة عند الطرفين. كل من يتسيد يقمع الآخر، وكل من يفقد السيادة ينتقد على الآخر القمع. ثم إذا جاءته السيادة مارس القمع من جديد. وأنا إذا أختم في هذا الجزء، أنا قد لا تلوم التيار الإسلامي، إذا أردنا أن نكون واضحين، قد لا تلوم التيار الإسلامي إذا مارس مثلا الإقصائية، لأن هو لم يعدك أصلا بالتنوع المطلق والتنوع المفتوح. التيار الإسلامي لا يعد المجتمع بتنوع مطلق، هو يعده بأشياء أخرى ليس هذا المجال الحديث عنها. لكن عندما يأتي التيار الليبرالي ويمارس القمع والإقصاء، هنا تصبح علامات تعجب، لأن الورقة الرابحة الوحيدة للتيار الليبرالي هي التعددية والتنوع. فإذا خسرها بإقصائه للأصوات الأخرى والأطياف الأخرى، لم يعد لديه أي ورقة يمكن أن يستخدمها. طيب، في الغرب الحزبية تدل على مفهوم إيجابي، لأنها تعبر عن التعددية بشكل أو بآخر، لكن عندنا تعبر عن مفهوم سلبي. أشرت في الكتاب هذا إلى أنه لابد أن نفرق، لأنه لو أن غربيا معنا سمع حديثنا عن الحزبية وشتمنا الحزبية سيستغرب، لأنه يرى أن الحزبية هي أداة من أدوات الديمقراطية. لكن هذا في الغرب، هذا في أو حتى في الشرق، في الهند وفي ماليزيا وفي كوريا واليابان وغيرها، في الدول التي استقرت لديها الأدوات الممارسة الديمقراطية خلال سنوات مديدة، جعلوا الحزبية تكوين الأحزاب جزء من هذه الممارسة، وبالتالي بالنسبة لهم أصبحت هي مسألة اعتيادية. طبعا أشرت أن هذا لا يعني بأن الأحزاب حتى في الغرب وفي أمريكا أنها خالية من الشوائب، خالية من التحزبات، لكن في العالم العربي الحزبية تختلف عنها في العوالم الديمقراطية الحقيقية. في العالم العربي الحزبية هي شلالية، أكثر ما تكون شلالية فئوية، تمارس عندما تتكون فهي تمارس إقصاء من لا ينضوي تحتها، وهذه هي المشكلة في المفهوم المغاير للحزبية في المجتمع، مفهوم ثقافي أكثر ما هو مفهوم سياسي. الفروقات تكمن في المفهوم الثقافي، لكنه هو قائم لكن اللي يفهم منك أنه هو قائم على الإقصائية بشكل أساسي. نعم إلى حد كبير. نعم، لا أستطيع الآن أن أستحضر نماذج أو نموذج في العالم العربي في أي دولة عربية قامت فيها أحزاب بالشكل التعددي اللي أراه في فرنسا أو أراه في أمريكا أو في بريطانيا. طيب، وغيرها. خليني أتحدث عن الهويات. أنت تتحدث عن حروب الهويات الصغرى. إيش معنى هويات صغرى؟ إيش معنى هويات كبرى؟ كيف تنتظم هذه الهويات المتقاطعة والمختلفة أحيانا، الهويات الصغرى والهويات الكبرى، كيف تنتظم في صالح الوطن في النهاية؟ مشكلة الحديث عن الهوية حديث ملتبس جدا وشائك، ومعظم طبعا الصراعات التي تمت في التاريخ، في التاريخ الطويل، هي دائما تعلق بالهوية أو مرتبطة بالهوية، وإن كان لها مبررات اقتصادية في كثير من الحروب، ولها مبررات أيضا سياسية واستعمارية.
لكن يبقى أنها فيه إشكال دائم حول الهويات، وتعرض أمين معلوف في كتاب الهويات القاتلة إلى هذه الإشكالية بتفصيل جميل وبديع. أنا أعتقد أن قضية الهويات الكبرى، المجتمع تتكون المجتمعات أو الدول بهويات كبرى ثم بعد ذلك تتفرع. خلينا كلما تفرع نصبها على السعودية بس علشان نفهم وش الهويات الكبرى للسعودية وش الهويات الصغرى. أنا بصبها على أقل يعني أيضا حتى أصغر بصبها على نفسي. طيب أنا ما هي هويات الكبرى؟ أنا هويتي عند أو أي إنسان عنده هوية دينية، الهوية القومية، الهوية الوطنية. أنا مثلا هويتي الدينية الإسلام، نعم، هذه الهوية الكبرى. الهوية القومية أني عربي، الهوية الوطنية أني سعودي. هذه الهويات الثلاثة الكبرى طبعا مظللة تحت الهوية الكبرى الجامعة للجنس البشري وهي الهوية الإنسانية. هذه الهويات الكبرى، هذه هي الهويات الكبرى. طيب إذا مارست هذه الهويات الكبرى بمداها المتاح والمعقول، في الغالب لن يكون لديك تصادمات. طبعا لن يكون لديك تصادمات لا في الداخل، لأنك أنت السعودية هي هويتك الوطنية وهي هويتك القومية وهي هويتك أيضا الدينية، وبالتالي ما المبرر لأن يكون هناك تصادم؟ قد يكون عندما تخرج إلى هويات كبرى أنك تتصادم مثلا مع الجنس اليهودي، لأن هويتك أنت عربي وهو يهودي، على اعتبار أن الهوية اليهودية ليست فقط دين بل هي هوية أيضا. تتصادم في الهوية الدينية مع النصارى أثناء الحروب الصليبية وغيرها. يعني الهويات الكبرى نحن ممكن أن نختلف فيها مع الخارج، مع الخارج لكن مع الداخل متى يحين هذا الاختلاف؟ قليلا ما يحين. لكن عندما تذهب إلى الهويات الصغرى زي إيش الهويات الصغرى؟ تكون في صراع دائم. الهويات الصغرى عندما تجزئ الهوية القومية إلى هويات إقليمية، إن مثلا هذا حجازي وهذا نجدي داخل مثلا، أو خلنا نقول في شيء في قضية القومية إلى أشياء أخرى سأتجاوزها. الهوية الوطنية بدلا أن تقول سعودي أن تقول أنك سعودي حجازي ونجدي وعسيري وحساوي وهكذا. هذه هوية صغرى، عندما تدخلها ستجد بأنك أصبحت بدأت تشظي المجتمع. الهوية الدينية، إذا ما اكتفيت بأنك مسلم ولا اكتفيت أيضا بأنك سني، وإنما بدأت تدخل في تصنيفات الصغرى اللي هي أنه سلفي، صوفي، إخواني، تبليغي، جامي، تحريري وهكذا، ستجد نفسك بأنك دخلت في صراعات أخرى أيضا لا يتوقف مداها، وبالذات لما تكون الصراعات مرتبطة بالدين تصبح هي أبشع الصراعات، أبشع من الصراعات القومية وأبشع من الصراعات أيضا الكبرى الإنسانية الكبرى، عندما تكون تختلط الصراعات الدينية بالوطنية. طيب هل هناك الآن إشغال المجتمع، هل ينشغل المجتمع بالهويات الصغرى على حساب الهويات الكبرى؟ جدا. المشكلة التي يواجهها مجتمعنا السعودي الآن وبالذات ما بعد الربيع العربي هي انشغاله بالهويات الصغرى وتحاربه، وهذا ما يعني أردت في كتابي، تحاربه في هذه الهويات الصغرى. بينما كان طبعا لن أذهب إلى الحل المثالي وأقول ليت أن المجتمع يكتفي بالهويات الكبرى، بيقول لي واحد هذه مثالية. نعم هي مثالية، لا مثالية على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة، أن نقول خلوا السعوديين كلهم يصيرون فقط مسلمين عرب سعوديين، لكن لا يمنع المثالية علي أنا أطبقها. وهذه هي خيارات التي اتخذتها الآن، اتخذتها مو بالآن، من سنوات مضت، بأني أنا مسلم عربي سعودي انتهى، لا أريد أن أنغمس في هويات صغرى أخرى. طبعا قد أنغمس فيها داخليا وبالذات الهويات الدينية، لكنها داخليا لا أريد للآخرين أن ينغمسوا معي أو أغمسهم أيضا معي في هوياتي الصغرى، لأن هذا كل ما انغمست وجريت الآخرين وانجريت أيضا الهوية الصغرى، كل ما وضعت حواجز أكثر وأكثر وأكثر. هل المشكلة يعني في الانتماء نفسه ولا في التعصب للانتماء ولا في إظهاره في الإظهار الانتماء؟ لا هي قضية التعصب للانتماء ثم المحاربة لأجل هذا الانتماء.
يعني لما مثلا أحارب الناس لأنه إخواني أو أحارب الناس لأني أنا إخواني، هذه مشكلة كبرى في كل الاتجاهين. أو أني أيضا أحارب الناس لأني أنا سلفي، وكل من لا يريد أن يقول أنه سلفي فأنا أريد أن أبعده أخرجه عن الإسلام، أيضا هذه هي مشكلة. طبعا مشكلة الإخواني هي مشكلة سياسية أكثر مما هي دينية، وإن كان التبس فيها الجانب الديني مع السياسي لكن هي سياسية أكثر. مشكلة السلفية لا، تداخل فيها السلفي أيضا مع السياسي، لكن القشرة العامة هي دينية أكثر. الإخواني القشرة العامة سياسية. طيب هذا التصنيف، يعني ليش تحتاج أنت على التصنيف؟ الناس يمكن يعني ليش من خلال حديثك اللي أفهمه أنه التصنيف يستخدم للتشويه أو للاستخدام السيء، طيب ليش ما نقول أنه التصنيف يستخدم للتعريف؟ جميل، إذا استخدم التصنيف للتعريف فلا بأس، لن يضر المجتمعات إذا استخدم التصنيف للتعريف، لكن سيضرهم إذا استخدم التصنيف للإقصاء. التصنيف في حد ذاته ليس المشكلة، المشكلة هو التصنيف للإقصاء، التصنيف الذي يستخدم للإقصاء وللتشويه، هذه هي المشكلة. لكن أن تصنف الناس ليس فقط تصنفهم لأنك تريد أن تقصيهم، لكن تصنفهم لأنك تريد أن تعرف بهم، هذا ما أعتقد فيها مشكلة. وأيضا من حق الطرف الآخر أن يتحفظ على هذا التصنيف. يعني لا يلزم الناس بما لم يشعر، لا أبدا لا نلزمه يعني. ولا لكن أيضا هو عندما يشعر بأن سيصنف أولا تصنيف خاطئ، ثم يعرف بأن هذا التصنيف مورس عليه لأنه يريد أن يقصى من خلاله. لكن ما تشوف أنه بعض هذه الانتماءات تجعل يقدم هذه الانتماءات أو هذه التحزبات على المصالح العليا للدين والوطن أو الثوابت أو القيم الكبرى؟ ما تشوف أنه هذه موجودة عندنا؟ إلا جدا، إلا بلا شك. ولأجل هذا أنا بدأت بقضية الهويات الكبرى، وقلت أنه كل ما استطعنا، أدرك تماما بأنه لا يمكن أن نصل بالمجتمع كله إلى أن يكون خالي من الهويات الصغرى وأن يتوافق كله على الهويات الكبرى، لكن كل ما استطعنا أن نشيع هذه الفكرة بأنه يا مو يا جماعة يا أفراد يا عبد الله، أنا أقول لك أنه أنصحك بأن تمر في حياتك هذه من خلال تمسكك بالهويات الكبرى، لا تنشغل بالهويات الصغرى ولا تشغل الآخرين بهوياتك الصغرى، لأن عندك أعرف أن عندك هويات صغرى داخلية، قبيلتك، مذهبك، بلدتك أيضا وقريتك التي تنتمي إليها، لكن لا تشغل الآخرين. أعرف أنك لن تنشغل أنت تتسلى بها، تعود إليها أحيانا، إما عودة دينية مثلا أو حتى يعني روحانية، أو عودة للقرية، عودة وجدانية عاطفية لما يجي يوم العيد، يعني تدعو الناس إلى الهويات الكبرى وتقول لا تشغلونا بالهويات الصغرى. بالضبط. طيب هل تتفق مع من يقول أنه التراتبية الحزبية هي بشكل أو بآخر إهانة لإرادة وعقل المنتمي لهذا الحزب أو لهذا التيار؟ أن الانشغال بال يعني الآن الانتماءات أحيانا لهذه التيارات وهذه الأحزاب، خاصة الأحزاب المنظمة اللي يكون فيها تنظيم، خاصة التنظيمات الحركية، هذه التنظيمات الحركية قطعا هناك تراتبية فيها، ليست هي كل الجميع سواسية فيها. ها الانخراط في هذه الأحزاب والتيارات، هل تعتبر أنها بشكل أو بآخر هي إهانة لعقل وإرادة المنتمي لهذا الحزب وهذا التيار؟ كأنك تلمح إلى تغريدة كتبتها في تويتر وأصبح دار حولها جدل كثير، قلت بأني عرفت سبب من بين أسباب سقوط يعني الإخوان المسلمين في مصر، عندما رأيت قيادات الإخوان المسلمين وهم في عمر أبي يقبلون يسلمون على المرشد العام ويقبلون يده، وقلت أن هذه التراتبية المهينة أنها هي سبب من أسباب السقوط. طبعا ردوا علي آخرين وقالوا يعني لا يحدث في دول الخليج مثل هذه، قلت أنا أتحدث عن من يحمل لواء أو شعار الدين للحكم ثم يمارس هذه الممارسات المنافية للدين. ولم على يعني لم تسلم هذه التغريدة التويترية من تصنيف أيضا من التيارين،
هناك من فسرها علي لأغراض معينة تزلف، وهناك أيضا من فسرها بأنها هي محاولة تلميع صورة جديدة ستقدم يعني أمام الآخرين. أنا لا يشغلني لا قضية تزلف لا ولا تلميع، لكن حتى التغريدة أنا أتكلم على أنه قضية الانتماء. أنا لما أنتمي إلى تيار أو كذا، ألا أعتبر أنه أنا بشكل أو بآخر أهين الإرادة الذاتية عندي وأهين العقلية عندي لأني أجعل إرادتي وعقلي هذا مرهون بشخص آخر أو بتيار؟ حسب أدبيات التيار طبعا، لأنها نرجع مرة أخرى إلى ما قلته قبل قليل. إذا ذهبت إلى مثلا دولة غربية وقلت لها لا ترى الأمريكي، ألا ترى أن انضمامك إلى حزب الديمقراطي إهانة لك؟ سيستغرب من سؤالك، يقول ليش إهانة؟ أنا منتمي للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري أو بريطاني ينتمي لحزب العمال، يقول لكني أنا أقدر أعبر عن رأيي، أنا أستطيع أن أعبر عن رأيي، نعم أنا منتمي لهذا الحزب. ولذلك تجد مثلا أحيانا منتمين أو أعضاء في حزب الجمهوري في أمريكا لكنه ممكن أنه يعبر عن رأي مخالف لأدبيات حزبه في مسألة معينة. لكن اللي يحدث عندنا أنه إذا صنف أو إذا انتمى أحدهم إلى تيار أو طيف معين أصبح كل ما يعمل هذا الطيف صحيح، وكل ما يعمله الأطياف الأخرى المناوئة خطأ. لا يعود لديه الجرأة بأن يقول بأنه هذا اللي عمل في هذا الطيف اللي أنا مصنف عليه أنه خطأ، وأنه أيضا يقول بأنه والله اللي قال فلان من الطيف الآخر هو كلام صحيح. طيب حنا تشوف في التاريخ يعني الإقصاء يتم عبر مظلتين، أحيانا إما تكون التخوين الوطني أو يعني الديني يعني محاكم التفتيش مثلا. بالضبط، يعني هذه محاكم دينية. المكارثية في أمريكا كانت هذه تخوين وطني. إحنا عندنا في السعودية التخوين الوطني ولا التكفير خلينا نقول الديني أو التهمة الدينية هي المسيطرة على مشاهد الإقصاء بين التيارات؟ للأسف عندنا الثنتين مع بعض اختلطت الثنتين مع بعض بالذات في الآونة الأخيرة. وأنا أشرت أيضا في الكتاب في أحد فقرات الكتاب إلى أنه مرت المملكة بحالتين. الأولى أيام جهيمان لما قام بالاعتداء السافر على الحرم المكي، وكان هناك ليست حملة لكن بدأت يعني تخرج مقولات حول أن هؤلاء المتطرفين المتشددين. أو الحملة الثانية، وهذه كانت هذا كانت أيضا تصنيف وطني اختلط يعني بالديني. أنهم الحملة الثانية لما جاءت الحداثة، حملة الحداثة اللي قادها التيار الإسلامي ضد التيار الحداثي، وأصبحوا كل من يكتب قصيدة ولا يستطيع أن يفهمها، قصيدة مثلا فيها غموض أو أنها ليست قصيدة عمودية فيها تفعيلة أو قصيدة نثرية، اعتبروا أنه حداثي وأنه فيه وفيه وفيه. وأصبحت هناك أيضا أشبه ما تكون بمحاكم تفتيش لرموز الحداثة. يعني الليبراليين يستخدمون التخوين الوطني والإسلاميين يستخدمون التكفير والتفسيق والتبديع والأشياء هذه. بالضبط. الآن اللي يحدث الآن لم تعد المعركة بين الإسلاميين والليبراليين، الآن اختلفت الأدوات. الآن أصبحت للأسف بين تيارين، تيار فيه إسلاميين ومعهم قليل من الليبراليين، وتيار فيه الليبراليين ومعهم لن أقول قليل لكن أيضا كثير من الإسلاميين. ما هي المسميات؟ لا أريد أن أضع مسميات، وأنا يعني أحاول أن أبعد المجتمع عن التصنيف، لكن أحيانا أنت كما اتفقنا تضع التصنيف للوصف وليس للإقصاء. هؤلاء التيار يسمون أنفسهم إصلاحيين، فيهم إسلاميين فيهم ليبراليين. التيار الآخر المناوئ له لا يسمون أنفسهم باسم، لكن ممكن أنك عكس الإصلاحيين هم السكونيين اللي يعني يرون يعني اختلط الوطني بالديني، الاستقراريين خلنا نسميهم استقراريين عكس الإصلاحيين، لأن هؤلاء يقولون أنه لابد من الإصلاح، هذول يقولون الاستقرار أهم وأن نبقى على وضعنا. إذا كان هؤلاء الإصلاحيين يرون أنهم مستعد أن يجازفوا بالإصلاح حتى لو سبب الفوضى فهم ليسوا إصلاحيين،
بلا شك. إذا كان هؤلاء الاستقراريين اللي أنا أسميهم الآن استقراريين إنهم أيضا سيقبلون يعني الركون وبالبقاء حتى لو أدى هذا إلى خمول المجتمع وخمول الدولة، فهؤلاء أيضا ليسوا استقراريين وإنما هم يؤدون إلى موات المجتمع. هذه هي المسألة الواضحة بين الفصيلين. تحدثت أنت في أحد مقالاتك في الحياة أنه حزب مكافحة الحزبية، إيش تقصد بهالحزب؟ أقصد به مجموعة، تحدثت بالتفصيل، أشرت إلى أنه هذه مجموعة بدأت بشيخ داعية رحمه الله كان عنده دعوة محددة وهي قضية البعد عن الحزبية وتنظيف المجتمع من الانتماءات الحزبية، لكن في لحظة معينة يبدو أنها يعني شاطت قليلا هذه الدعوة وأصبحت أكثر يعني توسعا في تجريم كل من ينتمي إلى الحزبية، وأصبح أيضا ليست تأخذ من ينتمون إلى الحزبية، لأن كم عدد في ذاك الوقت، كم عدد الذين ينتمون إلى أحزاب فعليا في المملكة؟ مئات مثلا، عشرات مئات، أو لكنها أصبحت الآن هذه الحركة عندما توسعت أصبحت ترمي الآلاف بهذه الحزبية. ثم في لحظة تاريخية معينة وهي يعني تقاربت أكثر مع الربيع العربي وتكشفت أكثر، أصبح ما يمارسه هؤلاء الذين يريدون أن ينظفوا المجتمع من الحزبية يمارسون حزبية أشد وأنكى من الحزبية التي يريدون محاربتها، وبالتالي تحول من مجموعة لمكافحة الحزبية إلى حزب لمكافحة الحزبية. بس يعني أنت دكتور زياد ما تشوف أنه أنت تمارس نوع من البراغماتية الحزبية، بمعنى أنه إذا صارت والله الحزبية تمشي معك قلت والله هذا وصف، نوع من الوصف والتوصيف، وإذا صارت ما تمشي معك وتضرك قلت لا خلينا على الهويات الكبرى ونحن ضد الحزبية والتصنيفات. طب أعطني مثال واضح. إذا تسأل فأنا بنفي، لكن إذا أعطيتني مثال تفصيلي إنه ما هي هذه البراغماتية سأقول لك لا ليست موجودة عندي. لا أنت في بقالاتك أنت توصف توصيف أحيانا، بل إنه أحيانا تصل إلى درجات من يعني مثلا لما جيت وانا بجيها بعد شوي، ما ودي اني استبق الاحداث، لما تكلمت عن السلفيه انه السلفيه ليس هذا وقتها، انت الان قاعد تصنف الناس وتحط وتشغل الناس في هذا الموضوع التصنيفات. لما يجي بعدين لما نقرا الكتاب هذا مثلا ولا وخلينا على الهويات الكبرى وبلاش من التصنيفات وخلونا لا نتشظى من المجتمع، في خطابين، ما هو خطاب واحد. طيب طبيعي، هذا طبيعي. انا كيف ادعو الى المحافظه على الهويات الكبرى ما لم أقم بتعرية الهويات الصغرى؟ لن أستطيع الوصول إلى هذا الهدف الذي أريده. تعريها وبعدين تقول تجنبوها يعني؟ إلا أن آتي إلى هذه الهويات الصغرى. أنا كتبت مثلا في نقد، إذا كتبت في نقد السلفية، كتبت في نقد الجامية السلفية اللي كتبت في نقدها، وأنت تقول أنك ستأتي لها بعد قليل، سلفية بين قوسين، وكنت متعمدا أن أضعها بين قوسين، وكتبت في نقد الجامية وكتبت في نقد الإخوان المسلمين أيضا وخصوصا في التجربة المصرية، وبالتالي أنا قاعد أكتب عن في نقد الهويات الصغرى طمعا في أن أصل، وكتبت الأسبوع الماضي في نقد الصحوة. صحيح أنني كتبت في من ينقدون الصحوة، من يقول بأن الصحوة هي سبب كل بلاء مرت به الدولة وكل التخلف الذي مرت به المملكة العربية السعودية هو بسبب الصحوة، وقلت إنه يعني أن نقول بأن الصحوة ارتكبت أخطاء وربما حماقات. نعم، اللي كان يتحدث هو مندوب المملكة لدى اليونسكو في تلك التغريدة ولا الصحوي السابق زياد إدريس؟ لا بغيت تقول الصحوي السابق زياد إدريس. طيب لا ليس ولا في تغريدة كتبتها كمندوب دائم، إلا
إلا لما أتكلم عن موضوعات اليونسكو مثل اللغة العربية مثل فلسطين، عضوية فلسطين وأشياء أخرى. أما هذه فأنا أعبر عن نفسي. في كتابك قل لي من أنا، قلت لو أمكن لي أن أصف الزمن الذي نعيشه الآن لقلت إننا نعيش في أكثر الحقب اللادينية تدينا. اشرح لي هالعبارة، ايش تقصد فيها؟ شرحتها أنا طبعا فيما بعد يعني هذه العبارة، وأنا ممكن أني أمارس التسويق وأقول اللي يبغى يعرف شرحها يروح يشتري يروح يشتري الكتاب. إيه، لكني أنا أقول أن العالم يمر بحقبة يعني لا دينية، من التعري، من التفسخ، من الانتهازية المالية، من التفكك الأسري. هذا يعني على الأقل خلال العقود الماضية هذا لا تدين. لكن في ذات الوقت أو في الوقت ذاته كما يقول اللغويون، أن الدين يستخدم يوظف بشكل كبير جدا، وهذا ليس فقط في العالم الإسلامي أو في السعودية، لا هذا في العالم كله. يعني نحن نرى أن إسرائيل مثلا في تقارير خرجت عن إسرائيل تتحدث عن معدلات ممارسة البغاء في إسرائيل. في ذات الوقت أن إسرائيل هي الدولة اليهودية التي جاءت لتبشر بالبشارة اليهودية، الدول الغربية أيضا تمر بأقسى وبأعتى مراحلها من حيث البعد عن القيم الدينية، لكنها في نفس الوقت هي منشغلة بالمسألة الدينية بشكل كبير جدا. ونحن نرى أن كيف الصراعات في بريطانيا إلى وقت قريب بين البروتستانتية والكاثوليكية في أيرلندا، ونرى أيضا في أمريكا الآن كثير من الحوادث التي تتم سواء بإطلاق نار في مدرسة، أمريكيين ما هم يعني عرب ومسلمين كما يقال دوما، أمريكيين يقومون بإطلاق الرصاص في كنيسة، في مدرسة، في ومعظمهم الباعث خلف هذه الحوادث هي يعني بواعث دينية. فالمسألة فيها خلطة تحتاج إلى تفصيل أشرت إليه في المقطع. طيب، قضية ثأر المتحولين اللي تحدثت عنها في صحيفة الحياة، يعني أنت تحدثت قلت يصبح هذا المتحول سواء من هذا التيار أو من هذا التيار إلى من جنيق في يد قادة حروب التصنيف. يعني اللي أفهم منك أنه في عندنا حروب تصنيف يمكن تمارسون من خلالها الإقصاء والحرب على الهوية، ويستخدم المتحول من تيار إلى آخر كوقود وكمنجنيق لهذا التحول. ما المفترض بالمتحول؟ ما هي الصورة المثالية؟ يعني هو يقول لك أنا طلعت من تجربة كانت تجربة مثلا سيئة بالنسبة لي، وشفت أنا في أشياء فكتبت عنها، وأريد أن أحذر الناس من التجربة الماضية، سواء كان منتقل من التيار الإسلامي الليبرالي أو الإسلامي أو بين أطياف التيار الإسلامي ذاته. إيش المشكلة يعني إنه يحذر من مما وقع به يعني سابقا ولا يكرر الآخرون التجربة؟ ليست المشكلة في أن يتحدث عن تجربته السابقة أبدا. طبيعي جدا أن أكون مثلا مصنف ضمن طيف معين، طيف ايديولوجي معين سواء إسلامي أو ليبرالي، ثم اتخذت خياراتي في أن أتحول عن هذا الطيف. طبيعي أن أتحدث عن هذه التجربة. وأنا مثلا لما تكلمت وقلت أن من عيوب الصحوة أنها مارست الإقصاء والتصنيف في المجتمع، هذا في حد ذاته نقد مني لتجربة سابقة. لكن متى يكون اعتراضي؟ لو أني من اليوم قررت بأنك طوال السنوات الماضية سأكرس كل جهدي وكتاباتي وأحاديثي في المجالس كلها لنقد الصحوة ولشتم، وليس نقد أيضا، لشتم ولإقصاء وللاستعداء ضد الرموز وضد الأشخاص وضد الذين تعاملت معهم. طيب هنا تأتي المشكلة. إيش الحل لكل الأطراف؟ إيش الحل الثقافي والأخلاقي بوجهة نظرك؟ الحل الثقافي هو أن يكون هناك سلم اجتماعي تدعو طبعا إليه. يبدو بين أول شيء هو يبدأ داخل الأفراد.
يعني أن يكون لديك القدرة وأن يكون لديك الحرية في أن تقول أن في أن تستمع إلى فلان وتقول هذا رأيه جميل، بغض النظر هو حليق ملتحي إسلامي ليبرالي، يعني أنت أن تكون لديك القدرة والشجاعة أن تقول بأن هذا الرأي هذا صحيح. وإذا كنت من هذا التيار المخالف، وإذا كنت من التيار الآخر أيضا أن تقول هذا الرأي خطأ، حتى لو أن تكون قادر على أن تقول خطأ لمن تحب وأن تقول صواب لمن لا تحب، لا أريد لمن تكره لكن أقول لمن لا تحب، أن تستطيع أن تقول بأن رأي صواب. أريد أن استكمل معك هذا الحوار ولكن بالاستعراض الأيام السبعة وأبرز الأحداث التي وردت فيها الأيام السبعة. الأيام السبعة، أمر ملكي يجرم الانتماء إلى تيارات متطرفة. السعودية تبدأ بتطبيق نظام مكافحة الإرهاب. الإمارات تستدعي السفير القطري احتجاجا على تصريحات القرضاوي. الحكم على مالك قناة بالسجن 12 عاما. اهتمام شعبي بنهائي كأس ولي العهد. الأيام السبعة، حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من برنامجنا مع ضيفي الدكتور زياد دريس. في الأسبوع الماضي طبعا صدر أمر ملكي يجرم الانتماء إلى تيارات متطرفة، إيش قراءتك لهذا الأمر الملكي؟ أنا أعتقد أن الأمر الملكي جاء لمعالجة مشكلة ربما أنها وقعت أو أيضا استشعار أنها لا قدر الله أن تقع في الأيام القادمة. وش المشكلة؟ مشكلة مثلا الانتماء إلى أحزاب أو تيارات متطرفة. طبعا الجزء الأول من الأمر الملكي أيضا هو لتقنين الجهاد، مسألة منع يعني من القتال خارج المملكة. نعم، للجهاد خارج المملكة، ثم قضية الانتماء للأحزاب. أنا أعتقد أنه أمر ملكي يعني مهم مناسب إيجابي للمجتمع، لكن عندما يوظف التوظيف السليم. أنا أخشى بأن أنا لدي قناعة بأن المشرع لهذا الأمر هو الحاكم خادم الحرمين الشريفين أنه يريد الأمن الاجتماعي للمجتمع، هو يريد ترغيب وتأديب الناس لكن لا يريد ترهيب. وعندما يأتي البعض يتقافز البعض للترويع بهذا الأمر الملكي، أنا أخشى بأنهم سيسيئون إلى الأمر الملكي، من حيث أراد الأمر الملكي أن يحسن إلى هذا المجتمع بأطيافه المختلفة. إيه، لأنه في الديباجة تحدث عن أنه حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها تآلفها، بعد عن الفرقة، بعد عن التناحر، التنازع، استهداف، يعني هذه هي المنطلقات الأساسية. هذه المنطلقات الأساسية. بعض الذين علقوا على الأمر الملكي هم علقوا بضد الذين أيدوا الأمر الملكي أو أظهروا بأنهم فرحون به، هم أظهروا ما يخالف منطوقات هذا الأمر الملكي، لأنهم كأنهم يدعون إلى تأصيل الفرقة، إلى التناحر، إلى التنازع. يعني أنت خايف من استخدام توظيف الناس، وأما الأمر الملكي هو لا غبار عليه بلا شك. لا غبار عليه الأمر الملكي، بل أنا أرى أنه يعني سيستخدم أثق طبعا، بعيدا عن هؤلاء الذين يعني لديهم أهداف معينة أو أجندات معينة، تصفية حسابات كما سبقا قلت بين تيارات. وش التيارات وعطياف اللي تتوقع أنه يعلن عنها؟ وخلال شهر حيعلن إيش التيارات اللي حيعلن عنها أنه هذه هي تيارات متطرفة وسيجرم القانون الانتماء لها أو التعاطف معها حتى أو الإفصاحن التعاطف؟ يعني لا أريد أن أستبق الأحداث، ما هي التيارات. أعتقد أنك تشاركني الرأي في أن الناس كلهم يتحدثون عن تيار واحد فقط، لا يوجد يعني تيار آخر حتى الآن على الأقل، أنه هو الذي يخشى
بأن يهدد يعني أمن مجتمعنا، وإن كان طبعا تفرعت اللي هي الأخوان المسلمين. طيب هذا ما يقوله البعض، لكن يعني هو في البيان أنه القاعدة، داعش، كل هذه أيضا تيارات ستجرم يعني. إيه نعم، يعني وأنها أيضا التحذير من أن ينتمي إليها. لا لأنه الأخوان المسلمين يعني أنت تشوف أنه في مصر مثلا هو يتكلم على أن المنظمات الإرهابية إقليميا داخليا دوليا، في مصر يعتبر يعني تنظيم الأخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي في مصر، وبالتالي في المحيط الإقليمي هو تنظيم إرهابي، وبالتالي بشكل أو بآخر من القراءة سيكون مرشح إلى أن يكون الانتماء للإخوان المسلمين في السعودية هو مجرم. إيه ما في مشكلة، أنا أعتقد أن من ينتمي للإخوان المسلمين في السعودية لابد أن يتحمل يعني تبعة انتمائه، واللي لكل دولة لديها خياراتها، من حق الدولة بأن تقول أنا أرفض قضية الانتماء لحزب الإخوان المسلمين أو أي حزب أيضا آخر. لكن هنا فقط إشكالية في مسألة أنه لابد من التحديد. أنا متأكد بأن الأمر الملكي هذا سيتبع تفصيلات أخرى. أي نعم، يعني في بعض الأمور التي ما زالت غير واضحة، وهي قضية أنه التعاطف، يعني هناك الموقف مثلا، الموقف مما يجري في مصر، في أنا أرى أنه في ثلاث أنواع. في موقف اللي هو تعبير عن رأي، في موقف آخر اللي هو التعاطف، في موقف الثالث اللي هو الانتماء. الآن اتفقنا على أنه الانتماء سيجرم ولا بد أن يتحمله. التعبير عن الرأي أعتقد أنه لن يجرم، لأنه تعبير عن الرأي، وأنا أثق بأن دولتي لن تمنع الناس من أن يعبروا عن رأيهم. مثلا أن يقول شخص بأن ما يجري في مصر هو انقلاب، ما يجري حاليا انقلاب وليس ثورة، هذا رأي. إذا كان سيجرم على هذا الرأي يعني فمعنته أنه خالد الدخيل وفهد الحارثي وعبد الله الغذامي سيتم اعتقالهم بوصفهم إخوان مسلمين، ما أعتقد، متأكد أن هذا غير. ستبقى الإشكالية في الوسط اللي هي قضية التعاطف، أنه هل فعلا من يتعاطف مع ما يجري في مصر، هل كل من يتعاطف مع ما يجري في مصر هو متعاطف مع حزب الإخوان المسلمين؟ أيضا هذا السؤال لابد أن يطرح. طيب أنت الحوارات الرسمية اللي يقيمها مثلا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، طبعا تعرف أنت فيها سقف عالي من التعبير والحوار، وأيضا الحوارات غير الرسمية اللي تصير في تويتر وغيره، هل تتوقع أنه بعد هذا القرار أو من يعني تبعات هذا القرار أنه ستنخفض الحرية لدى المتحاورين، وسيكون هناك خوف من أنه الدخول في المنطقة المحظورة؟ هذا مرهون بتفسير بعض المواد اللي غير ما زالت يعني تحتاج إلى تفسير. إذا أخذ هذا الأمر الملكي كما أراد البعض، كما قلت لك، كما أراد البعض أن يفسره، فهم يريدون أن يكون تحجيما لحرية الرأي وحرية التعبير. لكني أنا متأكد، أجزم بأن هذا الأمر الملكي لا يمكن أن يقود الناس في هذا المجتمع إلى الحد من حرية التعبير، حتى وإن كان بعض أولئك الذين يرغبون في هذا. أنا أجزم بأن الدولة لن تستجيب لهذه الدعوات التي أحيانا بصدق يعني أستطيع أن أسميها بأنها دعوات صبيانية. طيب أيضا السعودية بدأت في تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، في تعريف مطاط شوي في المادة الأولى، يمكن كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع، استقرار الدولة، تعريض وحدتها الوطنية للخطر. يعني هذه العبارات قد تختلف فيها الأفهام الناس في تقييمها، أنه هل هذه تعتبر فتنة ولا ما هي فتنة، هل هذه تعتبر إخلال ولا ما هي إخلال. بعض الناس النقد البسيط لوزارة خدمية صغيرة ممكن يعتبرها إخلال، يعني مفاهم الناس تختلف. أنا لا أتحدث عن المسؤول الذي سوف يتخذ القرار، أكيد هو عنده واضحة بالنسبة له في لوائح، أنا أتحدث عن هل 40 مادة تفسير الناس لها وتعاطيها لها قد يكون مختلف بشكل أو بآخر. ولذلك طبعا هذا ليس مرتبط فقط بهذا القرار أو حتى بالأمر الملكي، حتى في قرارات كثيرة تتم حتى في دول خارجية، أنه هنا يأتي دور المنفذ، المحك يكون عند المنفذ، كيف سينفذه. إذا كان طبعا هناك أجندات محددة مسبقة لتنفيذ هذا القرار، أي قرار، أنا لا أتحدث عن هذه القرارات،
فهذا سيكون هناك يعني توسع كبير جدا واحيانا غير مبرر لتنفيذه. اذا كان لا المنفذ يعرف ويسترشد بالسياسات العامه للدوله، بايضا السياسات الشرعيه العامه، سيتقلص هامش الخطا في التنفيذ. الارهاب موجود عندنا في 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 المضامين ولا في ادواتنا وفهمنا وطريقه تعاطينا مع هذه المضامين؟ الارهاب طبعا كان موجود عندنا في سنوات مضت في الممارسه في الشارع، وجدناه يعني والحمد لله انه غاب عنا خلال السنوات الماضيه، وارجو ان يكون الى غير رجعه باذن الله تعالى. لكني انا ايضا سبقا قلت بان الارهاب لا يواجه بارهاب. لا تستطيع ان لا اللي اقصده دكتور ان تقول يعني ايه ان هل الارهاب فكر ولا طريقه تفكير؟ لا، الارهاب هو طريقه في التفكير وليس فكر. انا ما اعتقد انه يعني انه هناك ارهاب محدد وخلاص يعني ثابت. اي دين لا تستطيع ان تصف دين او قوميه معينه تقول هذا الدين ارهابي او هذه قوميه ارهابيه من خلال المضمون الفكري، لكنك تستطيع ان تصف تيار معين بانه هذا طريقه تفكير، طريقه تفسير لهذه المضامين هي طريقه ارهابيه. الامارات تستدعي السفير القطري احتجاجا على تصريحات القرضاوي، وهناك ازمه في المنطقه الحقيقه بين السعوديه والامارات ومن يجدها من جهه، وقطر تحديدا من جهة أخرى لدعمها أو على خلفية دعمها لجماعة الإخوان في مصر. هذا الاختلاف في الموقف جعل أنه الأمور ليست في الاستقرار كما عهدنا بدول الخليج في السابق. تعليقك. هذه أرجع بها إلى نفس ما قلته في بداية حديثنا، اللي هي قضية التصنيفات الإقصائية والاحتقان الذي يعني اشتعل أو ظهر إلى السطح بالذات مع مجيء الربيع العربي. بلا شك أنه وضع مؤلم جدا، بالذات أن يكون هذا التوتر بين دول الخليج العربي، لأنها دول دائما ما نشعر بأنها يعني أسرة واحدة. والآن ونحن يعني نتطلع إلى تطبيق دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى تكوين الاتحاد الخليجي، نتألم أن تلوث هذه الدعوة، دعوة الاتحاد الخليجي، مثل هذه التوترات بين الدول الشقيقة. أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة التي أرسلها لك جمهورنا الكريم عبر تويتر. الشارع يسأل. الشارع يسأل. أين المملكة الغنية بتراثها الثقافي المتنوع من قائمة اليونسكو للتراث غير المادي؟ هل ممكن العمل من الآن لتهيئته للرئاسة 2017؟ لماذا تم توجيه دعوة لمقدم صدى الملاعب مصطفى الآغا لحضور يوم اللغة العربية في باريس؟ وما هي معايير الاختيار؟ هل تعتذر عن مقالتك التي رد عليها الشيخ صالح الفوزان؟ هل تعترف بهزيمتك أمام محمد السيف؟ هل نجحت مجلة المعرفة؟ اسأله، أنتم من الدريس حقين شكرة ولا حقين النجمة؟ الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور زياد دريس. هذا السؤال الأخير من الإغراق في الهويات الصغرى، والمفروض أنه ما نشتغل فيه. طبعا لا هويات ميت، بس الصغيرة الصغرى. طيب أنت طبعا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو، أريدك تحدثنا عن وش منظمة اليونسكو بشكل مختصر علشان نفهمها. ما هو الدور الأهم الذي تقوم به المنظمة الدولية؟ منظمة اليونسكو إحدى منظمات الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. نشأت منظمات، في كل منظمة تعنى بموضوع معين، منظمة مثلا في جانب السياسي، منظمة أخرى الجوانب الزراعية، منظمة للصحة وهكذا. اليونسكو تقريبا على حد علمي هي المنظمة الوحيدة التي لديها أكثر من اختصاص. هي المنظمة التي تعنى بقضايا التربية والثقافة والعلوم والاتصال، أوسع من الإعلام، الاتصال.
احنا نعرف التربيه والعلوم والثقافه، الاتصال دي جت عقب ولا هذا اضيف بعد، ولذلك مو موجود، هو غير موجود في الشعار لكنها اضيف كقطاع رابع للمنظمه. نعم. قبل العقود. هذا باختصار. طيب اين المملكه بتراثها الثقافي المتنوع من قائمه اليونسكو للتراث غير المادي؟ اذكر انا هناك مقال كتبه الاستاذ قاسم رويس. نعم. اليونسكو هو تراثنا غير المادي، يقول تراثنا كما اردد دائما ما زال يتيما يبحث عمن يكفله ويحسن اليه. المتامل في موقع اليونسكو لن يجد اسما للمملكه العربيه السعوديه الا في مجال تربيه الصقور. ما الذي يمنعنا على الاقل من ان نحتذي بالاشقاء في الخليج ونبادر الى توثيق يعني العرضه والدحه والسامري والجني الى اخره؟ هو يتحدث على تقصير في توثيق تراثنا غير المادي في منظمه اليونسكو. هذا اتهام مباشر لدورك في المنظمه. طيب انا اقبله، وان كان ستجد بانه مو باتهام مباشر لي، يعني يمكن يكون انا لي سنوات فقط في المنظمه، بينما المملكه عضوه منذ 60 سنه، عضو مؤسس. وانا قرات المقال الاستاذ قاسم، ومقال ثري واشكره عليه، واتفق معه في تساؤلاته المبرره جدا. لكني كنت أتمنى بأن أيضا أن يشير إلى من هو المتسبب. هذا لا يعني أني سأعفي المندوبية الدائمة أو يعني من المسؤولية، لكن أنا جئت للمنظمة ولا يوجد أي شيء للمملكة، لا في لائحة التراث العالمي المادي ولا لائحة التراث العالمي غير المادي. يعني كانك تقول اللي قبلك ما قاعد ما سووا شنو؟ لا ما كان موجود، ما اقول ما سووا. ما صار موجود اكيد. لا ما كان موجود، عاد يمكن عندهم مبرراتهم واسبابهم. طيب. بلا شك. اذا جو ان شاء الله اذا استضفتهم يقولون المبررات والاسباب. طيب. نحن اشتغلنا على لائحة التراث العالمي المادي، واستطعنا ان نسجل لاول مره ان تدخل المملكه عام 2008 من خلال مدائن صالح، ثم عام 2010 من خلال الدرعيه، والان في شهر يونيو في رفض ديني واجتماعي لدخول الاثار. هذه اذا بغيت الاسباب ساقول لك اللي قلت لك اني اذا جو. نعم، في السابق في سنوات سابقه كان هناك تحفظ ديني وتحفظ سياسي. مع السنوات، مع تغير بعض المفاهيم، ربما مع تفسيرات اضافيه ايضا، يعني خفت هذه التحفظات، وامكننا ان نمضي بموقع مدائن صالح ثم الدرعيه، والان في شهر يونيو ان شاء الله القادم سنصوت على موقع جدة التاريخية. هذا التراث المادي. التراث غير المادي اللي أشار له الأستاذ قاسم، ليش ما صير مثل زي الخليج يعني متشكلين أكثر؟ هو طبعا ما بدأ إلا حديثا تراث غير المادي، من سنوات قليلة، يمكن 5 سنوات بدأ التسجيل. منذ أن بدأ وأنا ألح على الجهة المسؤولة. من الجهة المسؤولة؟ الجهة المسؤولة هي وزارة الثقافة والإعلام. إيه؟ اي نعم، وهي جهة داخل وزارة الثقافة والإعلام، انه يا جماعة خلونا نبدأ، خلونا نسجل. وش اسم الجهة اللي داخل الوزارة؟ وكانوا ما ليس مهما، هم يعرفون. لا خلاص، الحين وصلت، قلت لك وزارة الثقافة والإعلام. انا متأكد ان معالي الوزير الأخ الكبير والحبيب دكتور خوجي بيقول لي، إذا معالي يقول لي مين هو المسؤول انا اقول له. انتم متى بتتكلمون عن مزرعة الدريس ومزرعة خوجة؟ احنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية. نتكلم عن المملكة هي قضية منظمة دولية. طبعا انا قلت لك، حتى لو قلت لك من هي الجهة المسؤولة الداخل، انت بتقول لي من هو الشخص اللي عنده الملف. فأنا أيضا لست معني، بالنسبة لي أنا في المندوبية الدائمة وزارة الثقافة والإعلام عليها أن تتحرك. هي التي عندها التراث غير المادي. وأيضا أطمن يعني الأخ قاسم والمشاهدين كلهم، أننا الآن قدمنا أخيرا يعني بعد إلحاح ومتابعة، قدمنا ملف العرضة النجدية سيناقش هذا العام، وملف المزمار، رقصة المزمار، رقصتين يعني من نجد ومن الحجاز، قدمناهما الآن وهما تحت الفحص للتسجيل. في العام القادم إن شاء الله سنقدم أيضا رقصة من المنطقة، أيضا من المنطقة الشرقية ومن الجنوب. عندنا أيضا في مسألة فيما يتعلق، ختاما فيما يتعلق بالتراث غير المادي، سجلنا مؤسسة حرفة، وهي مؤسسة تعنى بالمحافظة على التراث. طيب، غير عشان المادي أدخل في سجلناها في اليونسكو. هل من وجهة نظر اليونسكو إيش تطلب من المملكة؟ ايش تحت يعني في معايير تطلبها اليونسكو من كل دوله. نماذج. طيب. يجب ان تعبئها، مشاهد ترفقها. انتخابات إذا اليونسكو، اذا تاخرت في هذه المعايير انتخابات اليونسكو في عام 99 فشل غازي القصيبي في الحصول على المقعد.
أيضا في عام 2009 فاروق حسني الوزير المصري أيضا فشل. هل هناك أمل ب 2017 وهل سيكون زياد دريس هو المرشح أو عبد العزيز تويجري أو مين من قبل السعودية؟ طيب احنا نسعى الان ل 2017 ان شاء الله ان يكون في مرشح عربي موحد. بدانا من الان العمل له. كتبت انا عن هذا وكتبت الى امين جامعه الدول العربيه. لم اكتب بصفتي المندوب الدائم للمملكه، كتبت بصفتي نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمه اليونسكو بتفويض من الدول العربيه الاعضاء ان تتم خطوات من الان لوضع مرشح عربي يتم التوافق عليه. لدينا تقريبا شبه يعني اتفاق على مرشح من الخليج، لم يعلن حتى الآن وبالتالي لا أستطيع إعلانه لأن الدولة لم تعلنه. مش السعودية؟ لا مو من السعودية، وبالتالي يستبعد يعني زياد دريس. أنا ما راح أتكلم عن دكتور عبد العزيز التويجري، مو من حقي أن أتكلم عنه، لكن من حقي أتكلم عني. لم يخطر في بالي رغم أنه شاع داخل منظمة اليونسكو بسبب إرهاصات معينة قالوا أنه أي السعودية تحضر وزياد يحضر نفسه أن يكون. دار بينك وبين محمد السيف حوار طويل على تويتر وتداخل الناس كثيرون عنه، هل تعترف بهزيمتك داخل هذا الحوار الذي توقفت عنه بإرادتك؟ لا أنا لن أعترف بهزيمتي، أنا أعترف بخطأي في أني دخلت في هذا الحوار. تعتبرها غلطة حوارك؟ إيه غلطة. إيه يعني أنا كثير كانوا يهاجموني ولم أدخل معهم، واستغرب كثيرون وعتب علي كثير بأني لماذا دخلت، وأنا قلت لهم بمنتهى الوضوح أنني أخطأت في الدخول. كان عندي حسابات أخرى يعني لنوعية الحوار. اكتشفت بعد مضي يعني أكثر من تغريدة بأن حساباتي كانت خاطئة واعترفت وانسحبت. طيب هل تعتذر عن مقالتك اللي رديت عليها اللي رد عليك فيها الشخص؟ يعني انت كتبت مقال في الشيخ صالح او قال عن السلفيه وقلت هل هذا وقتها، ورد عليك الشيخ صالح الفوزان وقال نعم هذا وقتها يا زياد، وقال لك انه هذه جامعه الامام والامير محمد الامير نايف رحمه الله عليه هو اللي قال السعوديه ستظل متبعه للمنهج السلفي ولن تحيد عنه ولن تتنازل عنه، فهو مصدر عزه وتوفيقها، وهذا من قصور فهمك للسلفيه. وردوا عليك اخرين الشيخ سعد الحصين وقال السلفية بين سمو الدولة ودناءة الصحابة وآخرين كثيرين. يعني بعد أنا تتكلم عن تحديدا الشيخ صالح الفوزان، هل تعتذر عن المقال وتسحب المقال ولا ما زلت يعني مصر على فكرتك اللي تحدثت عنها في المقال؟ لا ما زلت مصر جدا على فكرة المقال، وهو أحد المقالات التي أعتز بها إلى الآن، وهذه ليست عناد ولا هي بطولات فارغة، هذه قناعة تتكرس لدي، وازدادت القناعة الآن بعد ما أرى هذا ما يدور في بلادي من الاحتقان. والأمير نايف الله يرحمه لم يقل أن الدولة المملكة العربية السعودية دولة سلفية، هو قال تتبع المنهج السلفي كما قرأت. وهناك فارق كبير جدا، أنا أقول أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تتبع المنهج السلفي ليست دولة سلفية، هناك فارق كبير بيننا. الفارق بأن المملكة العربية السعودية أكبر بكثير من أن تعلن نفسها أمام العالم بأنها دولة سلفية. الدولة التي يوجد فيها، وقلت هذا في المقال، الدولة التي يوجد فيها الحرمان الشريفان يجب أن تكون هي دولة الإسلام، لا هي دولة سلفية، لا هي حتى ولا دولة. هذا لا يعني أنا ولا سنية بعد، هذا لا يعني بأنها ليست أنها لا تتبع المنهج يعني السني، لا، لكنها لا تعلن بأنها الدولة السنية. يعني هي تقدم نفسها كدولة إسلامية، لكن كدولة إسلامية هذا التقديم، لكن هي في داخلها هي في داخلها تتبع المنهج السني المنهج السلفي من المنهج ما السني. ما تعتبر أنه كلمة الصحيح يعني لما قالوا السلفية منهج شرعي ومطلب وطني وقلت والصحيح أنها مطب وطني، ما تعتبر هالكلمة ما هي كويسة المفروض أن تحذف من المقال؟ إذا بغيت أنشر المقال مرة ثانية ممكن أقول لهم احذفوها. يعني هي كلمة صحفية هذه الوحيدة، لكني أنا أيضا لدي قناعة بأنها مطب وطني. والشيخ صالح الفوزان يعني له مكانته والتقيته أيضا وشرحت له وجهة نظري وكان يعني يتفق معي في كثير منها. اللبس الوحيد فقط في المقال هو توقيته بأن تزامن مع المؤتمر الذي مع وجود الأمير نايف الله يرحمه. إذا كان هناك شيء أعتذر فأنا أعتذر فقط، كان يجب أن أعتذر للأمير نايف الله يرحمه أن هذا المقال تزامن مع حضوره، لكني لا أعتذر عن مضامين المقال أبدا ولا كلمة فيه، لأني مؤمن بها ومقتنع أن هذا هو في صالح ديني
ولا حتى مطب وطني، وأن مضامين هذا المقال هو في صالح، هذا وجدنا في صالح ديني وفي صالح وطني الذي أحبه. شكرا لك. السلفي وضعته بين قوسين كما تلاحظ. شكرا لك دكتور زياد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور زياد إدريس أنه يقول: من حق الدولة أن تمنع الانتماء لحزب لا تريده. السلام عليكم.